سائل بيسأل يقول أنا أحرمت من مصر للعمرة وعملت العمرة وتحللت، هل لي هدي في مكة وأنا سأحرم للحج؟ هل أعمل هدي في أيام العيد؟ نعم نعم عليك الهدي، لأنك لما جئت بعمرة وتريد أن تحج هذا العام، إذا تم ذلك إن شاء الله فأنت متمتع وأنت من أهل مصر، يجب عليك الهدي. كل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام من جميع الآفاق من مصر وغيرها يجب عليهم هدي التمتع، ووقت ذبحه في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد يوم العاشر وثلاثة أيام بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذه كلها أيام ذبح، متى ذبحت فيها أجزائك ذلك. أما قبل يوم العيد فلا يجوز ذبح هدي التمتع، ومن ذبحه قبل يوم العيد فقد ذبحه قبل وقت ذبحه فلا يجزي. نعم.